الملحن والمغني وعازف الباس المشهور أفيشان كوهن التي تعتبر أحد أكبر أعمدة موسيقى الجاز المعاصر سيلتقي مع المعلم القصري على خشبة المسرح والفنانة نبيلة معان. سيكون على نغمات موسيقى الجاز كضيف مميز لجولة قنوة موسيقى العالم بمدينة الرباط، واللي غادي يكون حفل خاص للجمهور بالمسرح الوطني محمد الخامس. مع أميل ميشيل عنده واحد الموسيقى خيالية عالمية، وحاولنا كيفاش غادي ندخلوا شويه ديال التكناويز مع الجاز باش نقدروا نديروا شي حويجه اللي ترضي الجمهور، ونتمنى عند الله نكون عند حسن الببليك بحال كل سنة. القناوة باش معروف انه كل عام تيجيب موسيقيين اللي تيديروا سكون ابيل لا وورلد ميوزيك، واللي هي عاد كنخلطوها مع الموسيقى القناويه، لان كما تتعرفوا هذا النمط الموسيقي كيتواتى مع عده انماط موسيقيه، واللي دابا بين ايفيدامون رجع من هذه السنين رجع انه موسيقى من الموسيقات العالميه. تحيا بكم كل ما غاديش نشوفوا ديك المعلمين اللي كنشوفوا 36 40 معلم كل ورباعته، ولكن الحمد لله شفناهم في المدن ديالهم وهادشي فرحانين ليه، ونتمنوا عند الله يولي هادشي هذا بعدا، نقول لك يولي في كل بلاد كاع في المغرب يدار كل يومين في واحد البلاد، كاع الناس اللي محبين القناوة يكونوا حاضرين. الرباط تحتفل بعالمية الفن القناوي موسيقى العالم بحضور أشهر الموسيقيين العالميين وأشهر المعلمين المغاربة. إلى اللقاء.